وسينضم إلي خير من يجيبني على هذه الأسئلة جميعا العميد منصور الأكحلي، مدير عام شرطة محافظة تعز. أهلا وسهلا بك سيادة العميد. أهلا وسهلا بك. سيادة العميد، هناك إشكاليات كبيرة في محافظة تعز، هناك انفلات أمني في محافظة تعز، كثر من يشكوكم، ما الذي يحدث في تعز؟ كيف يمكن أن تلخص لي الإشكالية في تعز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أتقدم بالشكر الجزيل لقناة عدن الفضائية والشكر الموصول أيضا للجمهور الكريم. في حقيقة الأمر ما يحدث في تعز قد يكون نتيجة لما يحدث لما الوضع الطبيعي في تعز في ظل الحصار الشديد والحرب المستمرة وانقطاع الرواتب، وهناك أمور كثيرة عوامل أدت إلى هذه النتيجة الغير طبيعية. ما يحصل في تعز أعتقد يحصل في أي محافظة أخرى، لكن هناك آلة إعلامية تبخر ما يحدث في تعز بشكل غير طبيعي. ليس معنى ذلك أننا نبرر لما يحدث في تعز، ولكن نقول بأن الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي تضخم بشكل غير طبيعي كل، لكن هناك انتهاكات واضحة ومعلومة سيادة العميد، هناك انتهاكات مشاهدة ومعلومة ومعاناة من قبل المواطنين، ومظاهرات تخرج تتحدث عن هذه الإشكاليات. أخي العزيز الله يحفظك، فعلا هي تحصل، ما قلت أنا ما لا أنكر أن لا تحصل، هي تحصل، لكن هناك جهود تبذل من قبل الأجهزة الأمنية، من قبل المحور، من قبل حتى الحاضنة الاجتماعية متعاونة معانا جدا. لكن زي ما قلت لك انه تحصل هذه الاشكاليات قد تحصل في محافظات اخرى، لكن للاسف الشديد مواقع التواصل الاجتماعي بدل ما تكون دعم واسناد لحالة الاستقرار الامني تصبح نوع من المزايدات. على سبيل المثال مثلا الزيارة التي قمنا بها امس انا والاخ قائد المحور وضحت كثير من الانتباسات. صحيح، كانت هناك فبركات مثلا صوتيه لما حدث لبيت الحرق، نفتها اسره الحرق، نفت هذه الفبركات انها لم تحدث اصلا. الجريمه حصلت اصلا والجريمه بشعه بكل المقاييس، لكن هناك فبركات لاضافه نوع من الاثاره واستجلاب الاستعطاف الغير مبرر. لماذا تعز بالذات؟ والله انا اعتقد انه لزياده لكثره المفسدين. طيب يعني قد يكون الاله الاعلاميه والناشطين في تعز كثيرين جدا والكثافه السكانيه كثيره جدا واي تصرف يكون ملحوظ في تعز، لكن ايضا ما هو دوركم انتم في السلطه المحليه وفي الشرطه العسكريه في تحجيم اي اشكاليات؟ يعني سلطات محليه متتاليه على تعز ومحافظين متتاليين ولا تزال الاشكاليه في تعز متجذره بشكل كبير. بالنسبة للجهود الأمنية المبذولة، هناك جهود أمنية مبذولة بشكل غير مسبوق. يعني أنا أعتقد أنه من يتواجد في تعز منذ 3 سنوات مثلا في 2018 أو في 2017 أو 2000 حتى في بداية 2019 يعني ومتواجد الآن يرى الفارق كبير. كانت هناك مربعات مغلقة لا يستطيع أحد أن يجتازها ويدخل فيها، أو يعني كانت محرمة حتى على الدولة. كان العسكري أو الفرد المنتسب للقوات المسلحة أو الأمن يتردد أو يخشى لبس الزي العسكري. كانت هناك يعني مطلوبين أمنيا يحتموا ببعض الأماكن والمناطق والأحياء. الحمد لله تم تجاوز هذه المرحلة بنجاح، وتم أيضا تجاوز كثير من الصعوبات. هناك بعض الإشكاليات ما زالت تحدث ونحن لا ننكر هذا. هناك بعض المنفلتين من ينتسبون سواء كان للقوات المسلحة أو قوات الأمن أو حتى للمواطنين، لكن هناك جهود تبذل. على سبيل المثال في القضية الأخيرة هذه، نحن في إدارة عام شرطة محافظة تعز تم تشكيل لجنة للتحقيق في مع الضباط ومع الأفراد الذين يشتبه بأنهم شاركوا في هذه القضية،
تم توقيف بعض الضباط من القيادات في شرطة محافظة تعز. تم القبض على تقريبا 4 ممن شاركوا مشاركة فعلية في الجريمة البشعة التي طالت بيت الحرق، وهم أبرياء طبعا، وهم الآن والمتهمين يحقق معهم، وسيتم أو بالأصح المتابعة والملاحقة قائمة. يعني نحن نسهر إلى الصباح حتى نتابع ما يحدث في الشارع لإلقاء القبض على هؤلاء المجرمين، وسيتم متابعتهم وملاحقتهم والقبض عليهم بإذن الله وتقديمهم للعدالة عما قريب. القضية على وشك أن نحيلها للنيابة وستأخذ مجراها الطبيعي، ونحن متابعين. طبعا أنا عدت من رحلة علاجية بعد عافاك الله يعني قبل يومين فقط، لكن مع هذا متابع، وبإذن الله سنصل إلى نتائج كما حققنا نجاحات سابقة في جهود ضبط المطلوبين أمنيا وتصفية وتطهير تعز من المطلوبين أمنيا. سيتم الآن نفس الآلية وبنفس الوتيرة، وسيتم التطهير تماما. نعم، جهود مشكورة وحثيثة تبذلونها سيادة العميد. إذا تحدثنا عن أبرز الصعوبات والعقبات التي تجدونها أنتم في الشرطة العسكرية لبسط الأمن والاستقرار في المحافظة. والله يا عزيزي، لو تكلمنا عن المعوقات والعقبات التي تقف أمامنا واستسلمنا لها لن نعمل ولن نخطو خطوة واحدة. طبعا بالنسبة للعقبات، هناك عقبات كأداة تلاقينا، وكنت أتمنى من سيادة الأعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بعريضة لفخامة الأخ رئيس الجمهورية أن يكلفوا 4 منهم للنزول الميداني إلى محافظة تعز ليطلعوا على عن كثب يلامس الواقع الذي نعم، بحيث يتلمس الواقع، يرى الواقع. نعم، بحيث يتلمس الواقع، يشوفوا كيف تسير الأجهزة الأمنية وكيف تسير عملها. طبعا المرتبات تحت الحافل لو قلنا أنه 8 شهور لم تصرف، الموازنات التشغيلية لم تصرف أصلا، العافية والتغذية لم تصرف للأمن منذ 5 أشهر وللجيش منذ سنة ونصف. أيضا مستحقات الحملة الأمنية التي كان يتفضل فيها بها الأخ محافظ المحافظة وصرفها وهو مبلغ زهيد تم توقيفه منذ شهر ونصف، وبعد جهد جهيد ومتابعة وملاحقة تكرم الأخ المحافظ وصرف نصف المبلغ ولم يصرفه كاملا. الشكاء قالوا لغير الله ذل، ولغير الناس الذين سيحققون ما نصبوا إليه أيضا أعتبره ذل. لكن عبر هذه القناة وصل رسالة لفخامة الأخ رئيس الجمهورية ولدولة الأخ رئيس الوزراء ولمعالي الأخ وزير الداخلية وللأخ المحافظ أن ينظروا للأجهزة الأمنية والجيش ماذا يعني يحل بهم. الآن نحن يعني بسبب الحصار الصفيحة البترول تصل إلى 14,000 زيادة وتصل إلى 15,000 ريال، ونحن يعني مطلوب مننا التحرك. أيضا التغذية والعاشة بارتفاع مستمر بسبب الحصار وبسبب ارتفاع الأسعار الجنونية، ومع هذا نحن مستمرون بالعمل بحدود المتاحة أمامكم. العقبات يعني العقبات كأداة والعقبات صعبة، لكن مع هذا نحن نعمل، مع هذا نحن نقوم بواجبنا بالحد الأدنى. لن نتوانى ولن نتوقف ولن نتخاذل مهما زادت العقبات. نحن سنعمل وسنشتغل وسنقوم بما يجب علينا، بما يمضي علينا واجبنا وضمائرنا وأمام الله سبحانه وتعالى وأمام السلطة السياسية. نعم، العميد منصور الأكحلي مدير عام شرطة محافظة تعز، شكرا جزيلا لك.